باي باي زيوتات. الى عمرك ما جربتي تنجل بهذه الطريقه ما جربتي والو، بدون نقطه زيت ولا تعب، وجبه سهله وسريعه غتعشقي اكل بدنجل بعد اليوم، كيجي مقرمش ولذيذ وطايب طياب الزبده في اقل من 5 ديال الدقائق. ما عليك الا سيدتي تبعي معايا لا فيديو ديال اليوم من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وما تنساوناش كالعاده ملي لايك للتشجيع فقط، وبالبارتاج باش تعم الفائده على الجميع، وبالتعليق ديالكم البنائين. ومرحبا بالمشاركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي، ما عليهم اللي يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ونبداو على بركه الله، نقولوا بسم الله. عندي هنايا كنحتاج حبه من الباذنجان، اي باذنجان، وهذا هو وقته. وانتم على حسب الحاجه وعلى حسب افراد الاسره. انا احتاجيت هنايا حبه من الباذنجان اللي كنقطعها، يعني قطع دوائر اللي يكونوا متساويين، ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش غلاض، يعني بهذا السمك هذا باش كتوجد معنا الوصفه في اقل من 5 دقائق. من بعد كناخذ مقله ديالي اللي تكون غير لاصقه، وكندهنها جيدا بالزبده، اي نوع ديال الزبده الا مارغرين ديال التوريق، يعني زبده نباتيه او ديال العلب، وكندهن بها المقله ديالي تكون جيدا مدهونه بالزبده. ثم كنست فيها شرائح ديال الباذنجان. كيف ما قلت لكم بالنسبه للدنجال نتوما غادي تعتمدوا على حسب افراد الاسره. ونصيحه ليا مني لكم، يعني غير ضاعفوا الكميه كيتجي هاد الوصفه لذيذه لذيذه للغايه، يعني ما غاديش تشبعوا منها. ومن اليوم اللي ما كيعجبوش الدنجال غيجرب هاد الوصفه وغيولي مدمن عليها، انا اكيده مليون بالمئة. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنستف شرائح ديال الدنجال في المقلة ديالي اللي دهنتها بالزبدة. غادي نضيف قليل من الملح والإبزار. كيف ما يمكن لكم ديروا شوية ديال الكمون، يعني على حسب الذوق. أنا درت هنايا غير الملحة والبزار، يعني رشيت شوية ديال الملحة وشوية ديال الإبزار. والمرحلة المهمة والأساسية في هذه الوصفة، وهي ضروري ما نغطيو هاد المقلة ديالي اللي وجدت فيها الباذنجان، يعني ضروري نغطيوها، يعني بواحد الغطاية ديال المقلاة أو بطبيسيل أو بواحد السوينية، باش كينضج معنا في أقل من 5 ديال الدقايق. يعني كنوضعو المقلاة على النار اللي تكون مهيلة، ما تكونش يعني النار الشعلة مجهدة، تكون مهيلة، وكنغطيو عليها بواحد الغطاية وكنخليها تقريبا واحد دقيقة حتى لجوج دقائق بالكثير. يعني من دقيقة لجوج دقائق كنمشي نقلب الدنجال ديالي بالفرشيط. كيف ما كتشوفوا معايا كيجينا محمر وفي نفس الوقت طايب، يعني غادي نقيس واحد الحبات بالاصبع ديالي يعني بيدي باش نتاكد، كيجي طايب وملخ وطايب طياب الزبده، حسن ما كنقليوه في الزيت وما كيبقاش صحي. وبالنسبه للناس ديال الريجيم كوليستيرول، ها نتوما جاتكم الفرصه باش تناولوا الدنجال صحي مليون بالمئه بدون قطره زيت، وكيجي طايب ومن اروع ما يكون، وما كياخذش معنا الوقت بزاف. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نقلبه كله هو، وغادي نرجع نغطي عليه. وباش نحصلوا على وجبه سهله وسريعه، كنحتاج هنايا حبه من البيض، وكندير ليها قليل من الملح وقليل من الابزار. كيف ما يمكن لكم ديروا شويه ديال الحار اي السودانيه، لكم الاختيار. ثم كنحرك جيدا بالفرشيط باش كيتضاعف الحجم ديال البيضه ديالنا، لاننا استعملنا حبه بيض واحده. كنضربها جيدا ثم كنفرغها على الباذنجان ديالي اللي طاب ليا في غضون تقريبا واحد جوج دقائق حتى لجوج دقائق ونص، يعني فاش استفتو في الاول خدا مني دقيقه ونص، وقلبتو وخليتو تقريبا دقيقه، وضفت له حبه من البيض. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نغطي الباذنجان كله هو بهاد حبه من البيض، باش تكمل عندي الوجبه السهله السريعه اللي ممكن نديروها في وجبه غداء او عشاء. الا كانت غداء كنرافقوها مع سلطه، والا كانت ديال عشاء كيكون عشاء خفيف ظريف ساهل ماهي.
كيف ما كتشاهدوا معايا كنفرغ البيض وغادي نغطي عليها، يعني البيض راه دغيا كيطيب والدنجل ديالي راه طايب، كنغطي عليها وكنعاود نقلبها للجهه الاخرى باش تحمر ليا من كلا الجهتين. بالنسبه للاضافه اللي غادي نضيف دابا لكم فيها الاختيار، يعني حسب الموجود وحسب الرغبه. عندي هنايا شويه ديال الجبن الموتزاريلا اللي كنستعملوه في البيتزا، كيف ما يمكن لكم ديروا الفخوماج المثلث تقطعوه طريفات او ديروا الجبن ديال الساندويتش او تكتفيوا بها كما هي، يعني غير الباذنجان وحبه بيض. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نضيف القليل من الجبن الموتزاريلا وغندير واحد الرشه خفيفه ديال الباربيكيا اي تحميره واحد شويه باش كتعطيني واحد اللون وواحد النكهه رائعه، ولكم نتوما الاختيار. وغادي نغطي عليها، يعني راه كلشي واجد طايب، غنطفي عليها النار وغنغطي عليها غير حتى يذوب ليا الفخوماج ونحطها في طبق التقديم ان شاء الله. وها هي الوجبة ديالنا السهلة والسريعة بحبة من البيض وحبة من الباذنجان. حضرت أسهل وأسرع وأروع وجبة عشاء أو غداء، علاش لا نرافقها مع سلطة، كتجي من أروع ومن ألد ما يكون. من اليوم سيدتي لما كنتيش كتناولي الباذنجان بهالطريقة، من اليوم غادي تعشقي الباذنجان وغتولي مدمنة على هاد الوصفة، لأنها جد اقتصادية وسهلة وسريعة، وزائد على ذلك يعني صحية مليون بالمئة بدون قطرة زيت وكتوجد في رمشة عين. وكيف كما كتشاهدوا معايا في صور الفيديو، الدنجال ديالنا كيجي طايب ومحمر ومقرمش بدون نقطة زيت، كيجي رائع جدا. والنصيحة الأخيرة اللي غنقدر نقول لكم هي غير ضاعفوا الكمية، كيجي رائع جدا، غيتخاطفوا عليه. بالنسبة للناس اللي كيعشقوا الباذنجان، هذه هي الوصفة المثالية اللي غتنفعكم في الوجبات السهلة والسريعة. كنتمنى ينال إعجابكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوناش كالعادة من اللي لايك للإعجاب فقط وللدعم والتشجيع كذلك، وما تنساوناش من البارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا بالمشاركين الجدد اللي أول مرة كينضموا لقناتي، ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة السورية. كنشكركم المتابعة ونتمنى تنال إعجابكم الوصفة ديال اليوم، وكنشكركم جزيل الشكر على التعاليق ديالكم المشجعة والبناءة اللي كتزيد تشجعني وباش نبدع ونعطي احسن ما عندي. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، شكرا لكم، وكنتمنى لكم شهيه طيبه، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله. ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه السوريه.